توقعاتك لسيناريو المباراة بكرة يتعامل معاها ازاي؟ الشوط الأول يمشي ازاي؟ هل هيبقى فيه أكتر من طريقة لعبة، أكتر من فكر للتعامل مع المباراة، بحيث إن هو النهاردة حتى في تصريحاته واجتماعه مع اللعيبة طالب بضرورة الفوز، فعشان يحقق الفوز ده يتعامل مع المباراة ازاي؟ لازم طبعا في اول بدايه المباراه لازم اضغط من قدام. نعم. لازم اضغط اضغط وضغط مركز جدا. وبعدين جبت جون ابتدي انزل تحت شويه، وبعدين جبت الثاني يبقى خلاص ببتدي اضغط ثاني. صح. لكن انا بقول لك انا انت عاوز ايه من المباراه؟ انت نادي الزمالك مهما كان، انت النهارده حاجه كبيره جدا بالنسبه لي، انا لازم اضغط من الاول خالص عشان تقدر تجيب هدف او اتنين تخلص المباراه. بعد ما انت جبت الهدف او التاني لازم تدافع كويس جدا جدا جدا. نعم. علشان ما تقلبش تاني معاك وتتعادل وتخش في متعادل. لكن لعيبه المقاولين فيهم عيب خطير جدا، انت لو انت ضغطت عليهم. لو انت ضغطت عليهم لا، الضغط بي 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 بيعمل دربكه وتقدر انت تجيب هدف. حاجة تانية الكرات العرضيه فال حلو اهو دلوقتي على الشاشه بيبلغونا فريق الطايره متقدم 12 7 في الشوط الاول، مين مباراه تانية طبعا في حسم دوري الطايره. ان شاء الله باذن الله الزمالك كان فاز امبارح في المباراه الاولى، ان شاء الله باذن الله يكلل النهارده مجهودهم، ان شاء الله يقدروا يجيبوا درع الطايره لنادي الزمالك باذن الله. الحاجه الثانيه برضو يا كريم، لازم الاثنين الديفندر يكون ثابتين واقفين. خلي الشغل لسيف جعفر لو هيلعب يشتغل هو الشغل اللي هو بتاعه ده. لكن انا النهارده في عيب نادي الزمالك اما انت بتفقد الكوره، الهجمات اللي بتيجي عليك بتبقى المساحات فاضيه، خصوصا لو الاثنين نص الملعب اذا كان عبد الغني اللي هيلعب او دونجا، لو الاثنين مش ثابتين هيعملوا خلل كبير جدا للونش وحسام عبد المجيد. فاعتقد انا شايف ان الزمالك هيعمل ماتش كويس جدا وهيكسب باذن الله، لان في مدير فني جديد، كل اللعيبه عاوزه تثبت مكانها. هم من الماتش اللي فات بصراحه وهم يعني بيقاتلوا داخل الملعب، عشناه. نعم، عشان كل واحد قاعد فوق بيكتب، كل واحد هيموت نفسه عشان يحط رجليه في 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 في, في, في مكانه، وعشان يدي انطباع كبير جدا للمدير الفني ان انا لعيب كويس جدا لكن انا ما خدتش فرصتي. نعم. واتمنى ان تبقى بدايه كويسه جدا لنادي الزمالك، واعتقد الزمالك لو بعد الماتشين دول لو مشى كويس لا هيفنش في مكانه كويسه باذن الله.